عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو طاجين مغربي ولكن بنكهة جديدة وهو بنكهة بروسل سبراوت. المقادير غادي نحطها لكم في ديسكريبشن بوكس وغادي نشوفو هذا الكرنب أو البروسل سبراوت كيشبه المكور ولكن هو الشكل ديالو صغير وفي نفس الوقت كي المذاق ديالو كيشبه المذاق ديال اللفت. كما قلت لكم المقادير غادي نحط لكم في الرابط. يعني طاجين ساهل ديال الدجاج مشرمل وكذلك بنكهة ديال بروسل سبراوت. غادي نبداو على بركة الله في تحضير الطاجين. واللي ما عندهاش طاجين تاخذ غير مقلاة عادية اللي ما كتلصقش وطيب فيها. غادي نحطو الطاجين وغادي ندير الزيت هنايا. وضعت نصف الكمية ديال الزيت اللي عندي، زيت زيتون مقدار ديال جوج معالق كبار. وتما باقي خديتو حطيتو في الدجاج، طرفة ديال الدجاج اللي غادي نخلطو نشرملهم فعلا بالزعفران شعرة، وغادي نضيف له الكمون سكينجبير الملح على حسب الذوق. وهنايا الشاونية او البابريكا، الابزار الاسود، الترميريك، الكركم، دائما كتلف لي هذا الكركم السميه ديالو، القزبر المعدنوس والثوم. وغادي نخلطو مزيان هاد المكونات مع بعضها، يعني غادي نخليو داك الشرميله ونشرملو الدجاج ونخليه واحد شويه مدة ربع ساعة في الثلاجة. كما قلت لكم غادي نوضعو الطاجين، او لا ما عندوش طاجين يوضع غير مقلاة عادية اللي ما كتلصقش، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نحط هنايا عندي مقدار ديال جوج بصلات صغارين قطعتهم دواور وحطيتهم فوق هذاك الزيت وعلى نار هادئه. غادي نجيبو الطرفه ديال الدجاج ديالنا المشرمل وغادي نوضعوهم كذلك فوق البصله. هاد الطاجين فعلا كيجي لذيذ، انا جربته قبل ما ندير هذا الفيديو عجبني. قلت ربما بروسل يجي مع بحال لانه حنا مولفين بالطاجين ديال البطاطا والزيتون ولا الجزر، قلت نجرب هذا البروسل. هو وهذا البروسل صحي. غادي نضيفوا الكركم او الكورنب سوري الكورنب بروسل سبراوت، غادي نضيفوه من فوق الدجاج. كما قلت لكم هذا البروسل سبراوت هو صحي جدا، وكنعرفوا انه بحال مكور. وغادي نضيفوا تما باقي ديال البصله ومطيشه الطماطم قطعتهم دوائر. انتم على حسابكم تقدروا تزيدوا خضر اخرى، وانما انا ما عمري جربت هذا البروسيس براوس مع شي خضره اخرى كيدي يجي المذاق ديالو. الوغ اكتفيت غير بالبروسيس سبراوت توميتو اونيون، يعني طماطم الكورنب والبصل. غادي تحطوا هاد المكونات هاد الخضر كلهم فوق الدجاج اللي شرملنا من قبل. حطيت مطيشة، رصد مطيشة
وحيدتها دابا. وغادي نضيفو هذيك الفلفل، انا غزت الفلفل الحار حطيته حتى هو من الفوق. وغادي ناخذ داك البقايا ديال الشرميله اللي شرملنا الدجاج، غادي نزيدو لها شويه ديال الماء، وغادي هي باش غادي نمرقو الطاجين ديالنا، وغادي نسدو عليه ونخليوه يطيب على خاطرو على نار هادئه، لان فاش كنجهدو كما نقولو حنايا نجهدو النار غادي تحرق لنا لان البصله من التحت. غادي نديروه على نار هادئه ونخليوه يطيب لمده ديال انا طاب ليا لمده ديال 20 دقيقه، وفي نفس الوقت انت كتطلع عليه وكتقلبي الدجاج واش طاب من الداخل. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم، وما تنساوش انكم تخليونا التعليقات ديالكم الى عجبكم الطاجين ديال بروسل سبراوت، جا كيشهي فعلا. وهذه وصفه من وصفات كذلك رمضان المبارك. كنتمنى لكم نهار سعيد، وما تنساوش تشتركوا في القناه من جديد امال كيتشن. ثانك يو سو ماتش فور واتشين اند اي هوب يو جايز لايك ذا فيديو. دونت فورجيت تو سبريد ذا لاف، لايك اند شير. ثانكس، باي.